سنة وانتم طيبين في صوم يونان، القراءات مركزة على التوبة. التوبة الحقيقة هذا الصوم هو تمهيد للصوم الكبير، وتركيزنا كله كلنا بنحب الصوم ده عشان توبة أهل نينوى. نلاقي إن أهل نينوى خدوا بعد ما كان المدينة هتنقلب، وخدوا السماح أو خدوا الغفران أو خدوا الحياة وربنا سامحهم. ولأن يونان اللي وصل في بطن الحوت كان هيموت رؤخر وهو في بطن الحوت ويهلك، ولكن الله تحنن عليه وسامحه. والبحارة اللي كان البحر عمال يعج بيهم وهيغرقوا كلهم، ربنا تحنن عليهم و تمجد ربنا ونجاهم من الموت. فالنجاه كيف نخلص، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ازاي الانسان يخلص؟ كيف يخلص الانسان؟ ولماذا ينتفع الانسان لو ربح الايه العالم كله وخسر ايه؟ خسر نفسه، عمل ايه؟ فاحنا فعلا كلنا قدامنا يا اما الخلاص يا اما الهلاك، مفيش في النص، مفيش في النص. عشان الانسان ياخد الخلاص لازم التوبة، يقبل التوبة. فهنا بيقول لنا وبيعرفنا في الانجيل اللي تقرا، يقول لنا كده هوت، يقول رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينوه لانهم تابوا بكرازة يونان. يبقى سبب نجاتهم هم قبولهم للتوبة بكرازة يونان. ويقول وها هنا أعظم من يونان، ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدين لأنها أتت، استجابت يعني من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وها هنا أعظم منين؟ أعظم منين؟ وكونوا نمتوا، ها؟ وكونوا صايمين فنمتوا يعني. ها هنا أعظم من مين؟ اللي أعظم من يونان ده اللي المفروض نستجيب له عشان نخلص. يبقى التوبة هي استجابة. استجابة لمين؟ استجابة لمين؟ لصوت المسيح له المجد اللي بينادي علينا. المسيح له المجد. الآية العظيمة اللي حصلت هي آية الخلاص والنجاة، والآية دي مش ممكن تحدث معايا غير إذا استجبت للمسيح اللي بينادي علي. كان في ترنيمة جميلة يقول يسوع بينادي عليا وسط الجبال الايه العالية. فالمسيح بينادي على كل نفس مننا عايزها تخلص، عايز كل نفس مننا تخلص. بس للأسف احيانا الودان تبقى ايه تقيلة زي يونان كده، نزل لجوف السفينة ونام نوم ايه ثقيل. ليه كده يونان؟ اصل مش عايز اسمع صوته. ليه مش عايز تسمع صوته؟ ليه مش عايز تستجيب له؟ ليه مش عايز تطوعه؟ اصل انا قلبي بيفكر بطريقة تانية غيره، انا بفكر بطريقة تانية غيره خالص، انا مش حابب طريقته. كده يونان برضو ما تحبش طريقته؟ ايه رأيكم في يونان؟ مش حابب طريقة ربنا. هو عايزني اروح لأهل نينوى وقعد ابشرهم واكلمهم ويهتم بيهم وينجيهم، وانا مش عايز اهل نينوى دول ينجوا، عايزهم يتحرقوا. ده كلام ده يونان. هو كده. ليه يونان كده؟ ده شر، انت جي فيك شر يا يونان. كده يونان كان فيه روح شريرة، فيه روح شر، مش روح المسيح ولا روح ربنا. فالمشكلة هي في الروح اللي جوه والقلب اللي جوه اللي معاكس لربنا، القلب ذات نفسه اللي معاكس. عشان كده في الانجيل اللي تقرا اول حاجة في الانجيل اتقالت ايه؟ الانسان الصالح من كنز قلبه الايه؟ من كنز الصالح يخلق الصالحات، والانسان الشرير من كنز الشرير يخلق. طب ايه هو الكنز؟ ايه هو الكنز اللي مخفي فيه الحاجات دي كلها؟ اللي هو ايه الكنز؟ ايه يا اللي نايمين؟ صحيت ولا لسه؟ الكنز ايه؟ القلب. القلب، طريقة القلب بتفكر ازاي وعايش ازاي وحابب ايه. ساعات تقول لا انا مسيحي وبحب ربنا، بس قلبك مش معاه، تبقاش بتحب ربنا، ويبقى قلبك في سكة تانية وفي حتة تانية، ما تبقاش
تبقى انت بعيد عنه، حتى لو بتعبده، حتى لو بتعبده، لان يقول هذا الشعب يعبدني بايه بقى؟ ها، بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. اللي بيحب حد بيبقى كده، بس يا شمامسة ما يصحش، اسمعوا كلمة ربنا. مش الكلمة دي لكم انتوا كمان، ولا انتوا فوق الكلمة دي؟ اسمعوا كلمة ربنا عشان نخلص كلنا. فالقلب ذات نفسه، هل حابب المسيح وعايز يبقى زي المسيح؟ المسيح له طبع. المسيح له ايه؟ له طبع. طبع المسيح انه محب مثلا، طبع المسيح انه قدوس وطهور، طبع المسيح انه متضع. لو انت حتى بتقول انا بحب ربنا وبعبده، بس طبعك غير طبعه، وقلبك في حتة غير قلب، مش مع المسيح، قلبك مش مع المسيح، تبقى انت ما تعرفوش لسه، وانت محتاج انك تعرفه، محتاج تتوب. طب قولي مين بقى اللي يتوب؟ كلنا. ليه بقى؟ لان كلنا فينا الخطية ساكنة فينا. فكل ما نقرب من المسيح ونحبه، كل ما القلب ايه؟ يتنقى. كل ما نستجيب للمسيح ونسمع صوته ونمسك في كلامه، كل ما القلب يبقى ايه؟ يتنقى، ويبقى القلب زي المسيح. مش بيقول لهم انتم انقياء؟ ليه بقى انقياء؟ ها، مين عارف؟ مين عارف؟ نمت ولا ايه؟ انتم انقياء لسبب الكلام اللي انا كلمتكم بيه. يبقى لما الانسان يسمع كلمة ربنا ويحب ربنا ويستجيب له ويحب طبع المسيح، تحب المسيح وطبعه وطريقته؟ ولا انت تقول لا انا ماليش دعوة بالمسيح، انا بحبش كده، انا ما في قلبي حاجات وحشة ناحية فلان، ما فلان اصله عمل وسوى وخلى، واصل انا ما مش هسكت له ابدا، ولما يكون مين مش هغفر له. انت بعيد عن المسيح. عشان كده التوبة هي ان انا احب المسيح واحب طبعه وطريقته، وبالتالي اعمل زي ما هو بيعمل. اعمل الكلام ده ازاي؟ بلساني، لساني يشتغل زي ما المسيح عايز، وودني تعمل تسمع للمسيح ايه عايزه، وما تسمعش للمسيح مش عايزه، وعيني تشوف اللي المسيح عايزه وما تشوفش اللي المسيح مش عايزه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لنا الكلام ده في البولس، يقول فشكرا لله انكم كنتم عبيد للخطية فسمعتم وأطعتم من قلوبكم. سمعتم وأطعتم منين؟ يبقى الإنسان اللي بعيد عن ربنا ده عبد، عينيه بتعمل اللي الشيطان عايزه واللي الشر عايزه، وودانه بتسمع اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي بعيد عن ربنا، اللي الشيطان عايزه واللي الشر عايزه، ولسانه بينطق بكلام الشر، وقلبه بيفكر وفكره بيسرح في الشرور، وبيتصرف كده اصله.